دقائق من المسافة الاثنين كيلو أجد وأتابع الشعارات المتميزة والمنافسة القوية من بداية هذا الشوط. أجد المقدمة من يتقدم مقدام صالح بن مثنى بن صالح بن علي اليافعي مقدام مع بداية هذا الشوط، بينما المركز الثاني أجد راهي محمد بن فاران بن عتيق البريد من يتقدم على ثاني المراكز، بينما ثالث الواصلين والغادمين من يتحرك من الجانب الأيمن. أرى القدوم في هذه اللحظات والوصول إرسال حمد بن محمد بن عبد الهادي بن علي الهيضة على ثالث المراكز ورابع المراكز، من يتقدم ويصن على رابع المراكز. أرى القدوم والوصول اندفاع من الأسماء القادمة والهجوم في هذه اللحظات، بينما نتحول إلى بداية هذا الشوط. مقدام صالح بن مثنى بن صالح بن علي اليافعي يتقدم، اليافعي مع البداية، بينما بن فاران بن محمد بن فاران بن عتيق البريدي على ثاني المراكز وثالث الواصلين القادمين يتقدم متفوق. محماس بن سعيد بن علي الشيب الآن على ثالث المراكز ورابع المراكز، من يتقدم داعي علي بن محمد بن راشد بن محمد الصعاق، يصل الصعاق، بينما خامس الواصلين والقادمين يصل الرباع سالم بن صقر بن سالم بن راشد المريخي. هكذا هي الخمسة أسماء المتقدمة، منافسة قوية، ما زال مقدام مسيطر سيطرة تامة على مجريات أمور هذا الشوط. مع البداية الأولى مقدام مع المقدمة سلام صالح بن ثنا بن صالح اليافعي، أصمد يا اليافعي، وصلوك الواصلين، تقدموا القادمين. أرى الهجوم في هذه اللحظات والانطلاق، يصل متفوق محماس بن سعيد بن علي الشيبة على ثاني المراكز، لكن ارصد يا مصورنا اللي قادم، التسلل، الهجوم، الانطلاق، الله يا سلام جناد، جار الله بن جابر بن حمد بن حسين البريدي، اتقدم البريدي لكن اللي واصل جاوز يلي بتجاوز، الامتار النهائيه والحاسمه، وصل 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 داعي علي بن محمد بن راشد الصعاق، الصعاق تقدم الان، لكن يوه يوه يا لوصول الواصل، انطلق في هذه اللحظات سياف حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي، الصعاق والبريدي مع المقدمه مع البداية، لكن الصعاق انطلق إلى البداية، ثاعي 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 مع البداية مع المقدمة إلى البداية الأولى إلى ناموس هذا الشوط إلى الانتصار، بينما ابن حفيظ غادم واصل في هذه اللحظات، ولكن تهانينا والناموس لمالك ثاعي علي بن محمد بن راشد بن محمد الصعاق، من اختطف هذا الشوط بينما من حل على ثاني المراكز، حل على ثاني المراكز الفهد عبد العزيز بن ناصب بن حفيظة الحفيظ المري.